لتونس سريعا، ومعانا الزميل فهمي البرهومي الصحفي التونسي. فندم مساء الخير وبتشرف بوجود حضرتك. مساء الخير استاذ سيف، ومرحبا بك ومرحبا بكل الجماهير المصريه. يعني عايز حضرتك تكلمني على مباراه الترجي القادمه ونادي الزمالك، اكيد مباراه كبيره من جانب الطرفين. نعم، هي مباراه الحدث في اواخر هذا الاسبوع. ربما المباراة تمر بنوع من الحساسية والفأر الرياضي، على اعتبار أنه الترجي خرج من مسابقة كأس بيت الأبطال الإفريقية نسخة الفارطة على يد الزمالك الذي فاز بكأس السوبر على حساب الترجي الذي كان في السوبر الإفريقي. يعني ربما الترجي سيواجه منافس الذي كانت له الكلمة في المواجهات الأخيرة، وكان تفوق لحساب الزمالك. هذاك علاش ممكن اكثر شيء يبقى على المباراه، ولو انه هي مباراه في دور المجموعات. يعني الاكيد والثابت وانه الترجي وفريق اخر سيمر، اما الزمالك او مولوديه صحيح كذا فرق عرب، لكن هذه القرعه، لكن الثابت والاكيد انه زوج فرق عربيه سوف تمر من الـ من الـ من المجموعه هذه. يعني ليست مباراه مصيريه لكنها مباراه تعني الكثير بالنسبه للترجي الليتونسي وخاصه جماهيره. توقعاتك للمباراة فنيا هتطلع ازاي؟ نقول انه فريق الزمالك تغير، حتى فريق الترجي تغير. يعني ربما المباراة هذه نفس الحماسة اللي شفناها تقريبا في المواجهة نتاع السنة الفارطة، نذكر بها الفوز 3-1 للزمالك في القاهرة، ثم الترجي فاز 1-0، لكن ما اقدرش الترجي يمر، وكانت الكلمة للزمالك. الزمالك اللي كان عمل مباراة متميزة في السوبر الافريقي، فاعتقد كونه مباراة يوم السبت مش تكون نفس الشيء على المستوى الفني. لاحظنا فريق الزمالك وتابعناه صحيح عمل في التعادلات في المجموعه نتاعو، المجموعه الرابعه. الترجي ايضا يعرف بعض التغييرات على مستوى التشكيله وعديد التدعيمات وعديد الانتدابات، والترجي وضع الكل في الكل في المسابقه هذه من خلال الانتدابات نتاعو، لكن نتصور مش تكون المقياس الحقيقي لنتعرف على المستوى الحقيقي للزمالك. المدرب باتشيكو الحقيقه اللي مازال ما وراش مع الزمالك الوجه نتاعو، وخاصه ربما معين الشعباني اللي ربما يعتبر الماتش هذا واحد من ابرز المواجهات يثبت فيها وجود الترجي، لكي يؤكد نقولوا المستوى نتاع اللاعبيه اللي انتدبهم، وهل الترجي فريق اليوم بالنسخه هذه قادر كونه يستحفظ على اللقب ولا يمشي لبعيد في الكاس هذه. طيب ابرز غيابات الترجي؟ ابرز انتدابات عوده اللاعب نيس البدري، اللاعب المهم، اللاعب اللي كان قريب من الدوري المصري، كان قريب حتى لاحد الفرق المصريه اللي كانت معه في مفاوضات. نيس البدري اللي فشل في الاتحاد السعودي وخير يرجع للترجي التونسي، ربما هذا ابرز انتداب، لاعب مؤثر جدا. ايضا غيلان الشعلالي اللي استقبل الترجي في النسخه الفارطه وغادر الفريق يعود ويعزز المجموعه منذ بدايه الموسم. نحكيه حتى على الاجانب اللي انتدبهم من الترجي، نحكيه على وليام تودي لاعب ايفواري مهاجم ولاعب رواق، ايضا خالد عبد البسيط لاعب غاني راس حربه ذو بنيه جسمانيه كبيره. تقريبا هذه ابرز انتدابات، ولا ننسى على المرزوقي من لاعب النادي الاتفاقي لاعب الخبره، ايضا شبه خليفه لاعب تونسي سويسري لاعب ينجم يقدم الاضافه. هذا ممكن تقريبا ابرز الانتدابات المؤثره تاع اللاعبين الاساسيين، ما ننساوش زاد الحارس فاروق النص تدعيم للحراس المرمى الى جانب معز بن شريفيه. يعني نقدر نقول لك كابتن سيف انه الترجي عنده الارماده، يعني تقريبا عنده افضل للملاعبيه وجهز نفسه كما يجب من ناحيه الكم والكيف لكي يمشي ويحافظ ولا ويجي يلعب. وموقف النقاز؟ نعم، حمدي النجاز، يعني نعتذر له لان ما سميتوش حمدي النجاز اللي ايضا من انتدابات الترجي هذه التونسي، كان في حاجه للاعب من الغير الايمن، لكن الحمد لله جاز في المباراتين الاخيرتين او الثلاث مباريات الاخيره ما وراش الوجه المطلوب منه، لكن ربما مباراه الزمالك، ويعرف جيدا الزمالك يعرف الاجواء المصريه وعاش تعرف منيح الحمد لله جاز، ربما المباراه هذه باش يعاود فرصه اللي هو باش يعاود يرجع، لانه يعني تقريبا الحمد لله جاز على المستوى الجاهزيه زي ما كانش جاهز كما يجب. ونتصوروا ما ننساوش زاد راهو كرجاني ساسي الموجود في الزمالك، ايضا حمزه المثلوثي، سيف الجزيري مش موجود في القائمه الافريقيه لكن اللاعب اللي باش يعاون فريق الزمالك، فاعتقد كونه معرفه الملاعبيه التوانسه اللي يلعبوا في الزمالك بالاجواء التونسيه وباجواء الترجي هذا بطبيعه باش يكون عنده دور في المباراه هذه.
الحقيقه احنا بنحب الشعب التونسي وبنحب اللاعبين التونسيين، ونتمنى لكم ان شاء الله باذن الله يعني التوفيق للترجي والزمالك، وتخرج المباراه ان شاء الله بالشكل اللائق. هذا ما نتمناه، يعني في الاخير تبقى مباراه اخوه، مباراه اشقاء، والعبر يعني بالخواتيم، وديما يتعاود المواجهات بين الفرق التونسيه والمصريه، يعني كل سنه في المواجهه هذه، واللي تمر ديما بسلام وباخف الاضرار، وتبقى في اطار كره القدم والملعب. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. فهمي البرهومي الصحفي التونسي، تشرفت بوجودك معايا، بشكرك شكرا جزيلا.